السلام عليكم مشتركات الكريمات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحة جيدة. اليوم راح ندير معكم عصير الفراولة. كما راكم تلاحظون انا عندي 250 غرام فراولة مجمدة، يعني انا جبتها هي طلقت روحها شوية بس كانت في المجمد. هنا عندي عصير الليمون، عصير حبة ليمون. هنا سكر حسب الرغبة، عندي نصف لتر من الماء. نبدأ على بركته في صنع العصير الثاني. ناخذ الطاس تاعي تاع العصير، ندير فيه الفراولة تاعي بعد ما طلقت شوية روحها. هنا أنا كنت شاركت معكم من قبل في الفيديوهات القديمة طريقة تخزين الفراولة، يعني يرجعوا الفيديوهات باك راكم تلقاو الطريقة. ندير لها عصير ليمون، هنا السكر ندير شوي ومن بعد نشوف على الحلاوة. نضيف قليل من الماء بس ما تسرحالي الفراولة تاعي، ومن بعد نشوف اذا كانت ثقيلة الجو تاعي نزيد، واذا كان هذاك القوام اللي كنت نحوس عليه راح نكتفي بالماء. انا ندي نرحيهم ومن بعد نرجع لكم. هنا انا بعد ما حصرت الفراولة تاعي مع الليمون والماء والسكر، يعني انا اكتفيت بهذيك الكمية تاع ما شتوني درتها، وهذيك الكميه تاع السكر باسكو انا نحب الجو تاعي يكون معتدل في الحلاوه تاعو، ما يكون حلو بزاف ما يكون حامض. يعني هنا نتوما الحلاوه تحبوا حلو بزاف ديروا الكميه تاع السكر اللي تحبوها، سما ذوقوا وشوفوا العصير تاعكم. انا يعني نكتفي يكون نحبوا يكون معتدل العصير تاعي. كما راكم تلاحظوا هنا هذا هو شكله، دونك انا نفرغه في كاس تقديم ونوريكم شكله النهائي. ها هو العصير تاعي، انا قلت لكم اكتفيت بالماء. اللي تحبوه ثقيل كيما انا تاعي ما هو ثقيل ما هو خفيف، يعني راهو معتدل في السكر وفي الماء. تحبوه خفيف راكم تضاعفوا كميه الماء، تحبوه معتدل راكم تشوفوا سما عينيكم ميزانكم تشوفوا القوام اللي تحبوه نتوما والحلاوه. انا راكم نديرو في كاس تقريبا نوريه لكم. ها هو شكل العصير تاعي النهائي بعد ما درتوه في الكاس وهنا في الطاس كما راكم تلاحظوا. كان هذا هو الفيديو تاعي تاع اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا كان عجبكم الفيديو تاع اليوم ديروا لي جيم كالعاده، وكنتم اول مره تشاهدوا القناه ادعوكم للاشتراك بها وانتظروا فيديو اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صدقوني هذا العصير رائع، خاصه اذا جاوك الضيوف على غفله، تكون عندك الفراوله في المجمد، يعني جبديها طلقيها خليها تطلق روحها شويه برك مع عصير ليمون السكر، وانتي حاطتها لضيفك، يعني هذا الجو راح يحمر لك وجهك قدام ضيفتك، خاصة ضيفت على الغفلة. كما قلت لكم هذا هو العصير تاعي تاع اليوم، جربوه عنده ذوق رائع، نتمنى تجربوه تعطوني آراءكم عليه. دوك في الآخر شنو نقول لكم حبوباتي، تهلاو في رواحكم، إلى الملتقى إن شاء الله.